هذه الشيلة اهدا من امه. يا فخرنا ابراهيم يوم تخرج الشهادة جبتها والرأس عالي بتعب والجد والهمة القوية نلت يا ابراهيم كل شيء محالي. تخرج ابراهيم ابن جمعة بالوعاش عشرة بالقوافي ولم يتنجز ناجح خريجي ارمي على دربه ورث ابراهيم ابن جمعة وهو شبل الرجال في مبروك التخرج وجعله في سعادة والإرادة والأفعال الجزاء يا نسل شيخ كريم ولا مثلها حال أبوك جمعه مكانا على متن الطوال سبعة إبراهيم يوم التخرج الشهادة جبتها والرأس عالي التعب والجد والهمة القوية نلت إبراهيم كل شيء محالي فيك يفخرون إخوانك بيفرحوا بعد إخوانك اللي يفخروا فيك يا الله منا وانتم اللابه يا ابراهيم مروين النساء يا سلام الله على ابراهيم بن جمعه بعد عزلة امجادها نطحت رؤوس الجبال ولم يتنجز ناجح خريجي يرمي على دربه ورث ابراهيم ابن جمعه وهو شبل الرجال في مبروك التخرج وجعله في سعاده ابراهيم كل شيء محالي.